5 جنيه سندوتش فواكه اللحوم عند تامر الصفت في بكوس في ارض الفولي في شارع سيما ليلى اسكندريه بلد الرجاله. شوفوا منظر السندوتش وهو بيحطه كده، كل فواكه اللحوم الجميله اللي احنا بنحبها موجوده فيه. وعنده كمان سندوتشات المخ ما اقولكمش عليها، والميزه الحلوه ان بيخلي المخ كده ياخد تشويحه بسيطه وبعد كده يحطه على السندوتش. فعلا زبده يا جماعه زبده، ويفضل بقى يهرس فيه ويظبط فيه. سعر الساندوتش ده 15 جنيه، وكمان عليه فص الليمون من فوق مع الطعم رهيب 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 عند تامر الصفت. صفتي عليه واحد مشروب طاقة ما حصلش. مشروب طاقة. يعني ايه مشروب طاقة ده بتاع الساندوتش؟ يعني شوربة كوارع. ايه؟ لا والله. اه والله. جامدة. اه جامدة. بكام بتاخدها منه؟ ب 10. طيب والساندوتش بكام؟ بخمسة. 5 جنيه؟ اه. رخيص اول بس جميل. لا والله. اه والله. كل الشباب هنا اللي ساكن جامد. هو جامد. جامد جدا. جامد جدا. بس الشرب دي كوارع رهيبه. ها اه. مشروب الطاقه. اه. طب انت بتشرب مشروب الطاقه دلوقتي ليه؟ بتشرب كم مشروب طاقه بالعادي؟ لا هو واحد يعني بس الكبده ممكن ناكل 4 ولا 5. 5 جنيه؟ اه. والمشكل 5 جنيه؟ اه. يعني انت بتضرب كم واحد؟ انا مثلا مشكل ولا كبده؟ المشكل. مشكل باكل 2. اه. واصحابك بقى بيجوا هنا برضه عندي؟ اه. الوقت اللي فيه زحمه الساعه كام؟ على الساعه 8 9 كده. عندي ناس كتير. اه. وانت اسمك ايه؟ اسمي حوده. سنه كام يا حوده؟ تانيه اعدادي داخل تالته. سن السكينة بقى بتاعتك كده يا باشا، وقطعينا اللحمة بتاعتك الجميلة واللسان والطحال وكل حاجة عشان الزبون يطمن. 5 جنيه أرخص سندوتش في مصر موجود في بكوس عند تامر الصفتي، والسعر السندوتش ده لوحده دهية جميل، حكاية روعة وجمال. وعنده كبدة كمان ب5 جنيه. تامر الصفتي علامة بكوس الجديدة بصراحة يا جماعة، كل حاجة عنده حلوة. وأنا لما روحت هناك انبسطت جدا وبقيت مبسوط وطاير من الفرح ان هو عنده العزبان العالمي أنا الجميل. انا واصحابي على طول هنا، وانا جار وهنا ساكن فوق. تمام. بيجي انا وباجي انا واصحابي بناكل عنده على طول، وحاجته تمام ومية مية اصلا. بس 5 جنيه بيكفيك؟ على طول. اه بيكفيك. يعني كان المنطقة كلها عارفة اصلا ان هو بيبيع حاجة ب5 جنيه، حاجته نظيفة جدا وحاجة انت تاكلها تحس ان طعمها وطعمها حلو وكده. يعني انت ممكن تضرب لك 5 سندوتش من الانواع؟ يعني على حسب 2 3، ولما توصل 4 مثلا عادي اي حاجه. اسمك ايه بقى؟ يوسف. ماشي يا كابتن. رغيف ابو 5 جنيه اللي عند الحاج تامر. وادي ال 5 جنيه اليافطه، ايه ارخص سندوتش في مصر يعني، الناس كلها قالوا لي عليه ونقول بسم الله. روح جت من رعشة من جمال. انا بشكر كل متابعي كده عدنان اللي قالوا لي عليك، وانت راجل محترم شرفت بيك. ب5 جنيه سندوتش فعلا يستاهل، والناس بصراحه هتجيلك وعشان خاطري ظبطهم. لا من غير ظبطهم حبيبي يا باشا، كله اتظبط حبيبي تامر. والله والله العظيم انا اتشرفت بحضرتك. ربنا يبارك لك. ربنا يستحوا عليك ويفتح عليك يا رب يا رب، وكل الخير ربنا يبعته لك يا رب. بجد زغطة من جمال الاكل حبيبي يا باشا حبيبي. ربنا يخليك. رغيف 5 جنيه. تمام. في ايه؟ فيش حلويات ولحمه راس وضره كله عليه 5 جنيه. اه. الشوربة عندك الشاب قال لي ان هي ب10 جنيه. ب10 انا بديله هو ب10، لكن انا بيعب 15 عليها كوارع. اه. طب اشمعنى هو ب10 والباب 15؟ هو لو جاب 5 هديله. يعني انت بتحب كل الشباب الصغيره ان هم يجوا يشتروا منك؟ اه طبعا. انت هتلاقي عندي كده صغيرين وكبار بيعتبروا ان هم زي اولادك. اه طبعا اه طبعا. طيب ايه اللي بنقدمه تاني مثلا؟ يعني عندك ب5 وب10 وب15 الكوارع. أوه. انا الوحيد في اسكندريه اللي ببيع واحد كوارع ب15 جنيه. 15 جنيه؟ اه. اللي هو الطاقه اللي قال له حضرتك عليه. هنا ممكن الزبون ما بيقدرش يدفع 60 جنيه الوجبه اللي ابويا بيبيعها كده ب 60، ابيعها زيه ب 60 معاها فته وشوربه. اه. في صباح الخير وبركاته. وفي زبون مثلا بيبقى جاي عايز مثلا ايه ياكل كوارع وياكل مشكل. اه. فيجي يقول لي مثلا طب انا عايز اكل كوارع ومشكل. نعم. فاعمل له طبق كوارع ب 15 واعمل له مشكل ب 25 طبق. لو هو معاه 30 هياكل. طيب. يعني قال لي طبق ب 15 ومعاه واحدتين كوارع شغال. تشفيت الكوارع بتاخد منك وقت؟ لا. ليه؟ تعود. وانا بقشرها زي البطاطس الوحيد على العالم برضك انا واخواتي بس. طيب.
بنقشرها زي البطاطس، يعني هي بتجيلنا مظبوطه جاهزه. اه مهما كان في جدر جوه. اه انا بشيل الجدر دوت من غير ما الكره هيتعور، يعني انت بعد ما تشوفه بعد ما بيتقشر بيبقى بافته بيضاء. اللمسه تعلم فيه، يعني لو هوا معدي يعلم فيه. اه فبيبقى ايه البشره بتاعته بتبقى خلاص بقى مش محتاجه ايه، الميه على النار على طول يتسلق وبعد كده تقطع مكعبات. ماشي، ايه اللي بتقدمه تاني بقى غير مثلا رغيف المشكل؟ ضره، طحال، لحمه راس، مخ، لحمه راس بتلو، لحمه راس دوني، نص راس دوني. ضره؟ ضره. ضره جاموسي. لحمه راس شمبري، لحمه راس بتلو، نص راس دوني وراس على بعض دوني، مخ دوني. مخ شمبري. والاسعار بقى بتاعت الطلبات بكام لكام؟ الطلب بيبدا من 25 وطالع. بس في كتير بيخش ب 15، طبق ب 10، يعني حضرتك وقت كان في واحد بياكل طلب ب 10، قال لي حطوا لي ب 10، فانا بالنسبه لي ما هي كميه، واي حد انا ببيع اكل اصلا ما ينفعش اقول لحد ما حتى لو معهوش فلوس اصلا بياكل. العنوان بقى بتاعك هنا فين؟ نعم؟ عنوان هنا فين؟ عنوان بعد شارع السينما، بعد المزايا وانا رايح على شارع 20. المنطقه ايه؟ اسمها ارض الفول يعتبر. في منطقة ايه؟ بكوس. انت في بكوس؟ اه وانا مبسوط بحضرتك قوي. ربنا يخليك. انا بحب حضرتك. ربنا يخليك. شكرا.